الجديد الحقيقه اللي احنا مش شفناه عن الموسم اللي فات يا استاذ محمود، بمعنى ان كان الموسم اللي فات كنت ممكن تبقى كسبان واحد تلاقي الفرقه وقفت ورا شويه. هو ده الدرس. خش بقى. هو ده الدرس من وجهه نظري يعني. هو كلام لو نرجع الموسم اللي فات في اواخر كده بعد خساره الدرع كلام موسيماني وقتها قال لك صحيح. ان انا ما كنتش فاهم الدوري المصري بالصوره دي. دلوقتي اعتقد ان الامور والحسابات بدات مختلفه. مظبوط. وعى جيدا ان الدوري ده رقم 1 و2 و3 و4 بالنسبه للنادي الاهلي، وخاصه انه فقد النقاط تم مع في مباريات سهله جدا كانت بالامكان انك انت تحسمها. نعم. لو عددناها وحسبناها نلاقيها مع فرق يعني من مش من متوسط كمان، لا من اقل من المتوسط. نعم. لكن الشكل كويس انك انت يبقى عندك الناس فايقه وانت بتنزلها. مظبوط. برضه دي من الحاجات اللي ما اثرتش يعني ما حصلش مثلا لما هو قعد اغلب العناصر الاساسيه في الناس كلها في اول المباراه قال لك ايه ده التشكيل اللي لازم التشكيل اللي بيلعب بيه ده، لكن اعتقد انه دوافع اللعيبه وده بيرجع ان الجهاز الفني شغال ومحضر كسب الرهان. طبعا هو كسب الرهان. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه انه كمان انه توفيق ميكسوني في لقطه انه انا لا ما جيتش هنا كده يا جماعه، ما جيتش صدفه والله. بس هي مساله يعني الكوره هي كده بتاخد وقت، ممكن تجيب لعيب وممكن تجيب واحد مكسر الدنيا ويجي يقعد عندك فتره مش عاوزين يعني ايه المساله. لا مش عاوز اقول للناس ما تتوقعوش ان مثلا ميكسوني لما يجي في الماتش اللي بعد كده ما مثلا ما يعني ايه ما يجيبش جول ولا ما يظهرش رجعنا يعني عاوز اقول ايه. لا يا جماعه نصبر على اللعيبه. لا في ايه عاوز اقول ايه انه التوفيق وعدم التوفيق وفي الكوره ويومك وحالتك وحاله الفريق وحاله اللي موجودين معاك في ال 11 مش بيلعب وحدك. لكن عاوز اقول ايه انت ماشي على الخط يا كابتن اسلام انك انت بتلعب في كام بطوله؟ بتلعب في دوري ابطال افريقيا، بتلعب في الدوري المحلي، عندك الكاس كمان هتلعبه بدون الدوليين في الفتره اللي بيتقال عليها فتره توقف استعدادا لنتيجه كاس العالم. كل الكلام ده بيحتاج انك انت ايه لديك القدره في مساله التدوير وفي مساله اشراك اللعيبه. وكمان كانت خطوه ولمحه جيده جدا ان يدي ناشئ تم اكتشافه في كاس الرابطه، فكمان ربنا يوفقه فوق ما ينزل يخطف هدف. كمان برضو دفع حسام حسن برضو عاوز اقول ايه في ناس محتاجه طبعاً. في ناس محتاجه دعم من الجهاز ومن الجمهور. نعم. محمد شريف رقم واحد. عاوز يا جماعه شريف تعرض في المرحله برافو عليك اللي فاتت مرحله صح صعبه جدا، مرحله نفسيه، موقف يمر على اي واحد فينا في حياته في شغله واتقال له انت كذا وبعد كده بعد شويه طب معلش شركه تعالى شويه اكيد نفسيا هفقد الثقه في نفسي حتى لو رئيس الشغل جه اعتذر لي وانا مش قصدي والمصلحه العامه ماشي اوكي. لكن محمد شريف بامانه شديده يا جماعه لاحظوا محمد شريف، لاحظوا تحركاته، شوفوا الحاله اللي هو فيها. بامانه محتاج جلسات من الجهاز الفني، محتاج دعم من الجماهير بصوره باخرى. اعتقد هو شغال على هو شغال على نفسه بس عايز اقول لك ايه كده بيلعبه لو ما كانش واخد باله يعني ما كانش لعبه محتاج انك انت تحافظ عليه مش حلو. محمد شريف من اللعيبه الكويسين جدا بيعرفوا طريقهم. ايضا تجهيز حسام حسن بشكل او باخر والضغط عليه وجاب جون تقريبا. ما انا بقول لك كوره حظه بس كانت جت في القائم يعني كان من اجمل الـ 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 يعني الحاجات اللي اتعملت في المباراه من اجمل الجمل التكتيكيه اللي اتعملت من قفشه يعني بصراحه بصراحه لكن فيها يعني التوفيق برضو عدم التوفيق. لكن عاوز اقول لك الشكل كويس الوضع انت كده بيبقى عندك ايه مش واحد واثنين عندك في مراكز واحد واثنين وثلاثة ده كويس. وخلي بالك لسه الاحتدام جاي صح يعني عاوز اقول لك ايه انت لازم تستغل لسه ما دخلتش في عندك سبت ثلاث سبت ثلاث انا بقول لك طبعا يعني لا كل ورا بعض فوز معنوي فوز مهم جدا. انت بتكسب من نتيجه ونقاط وايضا بتكسب لعيبه جديده بتديها دفعه معنويه.